أعدت لنا التقرير التالي لنتابعه. لبنان في عين العاصفة وهو مستهدف بالمخطط الأمريكي الإسرائيلي التكفيري، هذا ما يؤكد عليه غالبية المراقبين هنا الذين يعتبرون أن القرار اتخذ من قبل الدول المعادية لمحور المقاومة بالضغط على الأخيرة في الداخل اللبناني، إن كان عبر التفجيرات المتنقلة إلى إطلاق الصواريخ وآخرها إطلاق الصواريخ الأربع يوم الخميس على الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة والتي اعتبرت محاولة لتوريط حزب الله في حرب مع إسرائيل. عملية إطلاق الصواريخ على الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة هي بمحاولة توريط حزب الله بقتال أو صراع مع الكيان الصهيوني، مع العدو الصهيوني، آملين أن تقدم إسرائيل بالرد على حزب الله وضرب حزب الله بما يشغل حزب الله بمواجهة العدو الإسرائيلي على الاتجاه اللبناني. طبعا الصراع ضد الإرهاب مسؤولية كل الفرقاء اللبنانيين الوطنيين والدولة اللبنانية، ليست فقط المقاومة هي من عليها مواجهة هذه القوى الإرهابية، ولكن أجهزة الدولة أيضا، الجيش والقوى الأمنية وكل هذه عليها مواجهة هذه القوى الإرهابية لتجنيب لبنان الفوضى الأمنية وإغراق لبنان في مستنقع الدم. الصواريخ الأربعة التي كانت أطلقت من جنوب لبنان ردت عليها إسرائيل بغارة على أحد مراكز الجبهة الشعبية في منطقة الناعمي، بصاروخ واحد أطلقته طائرة معادية دون أن يؤدي إلى وقوع إصابات، ما اعتبر بحسب الفصائل الفلسطينية هنا بمثابة رسالة إسرائيلية لإثارة النزاعات الطائفية والمذهبية. كما نرى في هناك واقع في لبنان، واقع رخو، مزيد من محاولة إثارة النزاعات والنزوات المذهبية والطائفية، وضع المقاومة تحت واقع أن هناك بيئة غير حاضنة بهالمعنى، عبر خلق يعني أدوات فتنة متجولة في أكثر من مكان. عندما تختار مثل هذا الموضوع هي محاولة لأخذ زمام المبادرة إلى توقيت غير مناسب في محلات غير مناسبة، وبالتالي أنا بعتقد أن أيضا طبيعة الرد الذي جاء هو يقع في نفس السياق. وتؤكد مختلف الفصائل الفلسطينية هنا أنها لن تنجر إلى أي معركة ضد محور المقاومة مهما كثرت محاولات العدو، وأنها ستكون دائما على الحياد إلا فيما خص مسألة الصراع مع العدو الإسرائيلي، فإنها لن تكون محايدة أبدا. من بيروت سناء علوي للتلفزيون العربي السوري.